على بالك نشرح لي وأخبار عاجلة لأصحاب المعاشات والورثة المستحقون للخمس علاوات كاملة و20% حد أدنى 1200 جنيه، وعلاوة استثنائية جديدة، وكمان رفع الحد الأدنى ل6000 جنيه، وأخبار تانية كتير مهمة لأصحاب المعاشات. تابعونا في الفيديو ده، الفيديو ده مهم، حاجات كتير هنعرفها من تصريحات محامي المعاشات. خليكم معانا وتابعونا لنهاية الفيديو. 14 ولم ينفذ حتى في ظل الراحل البدر فغالي رغم ما قيل على القانون 25، واحنا قلنا كذا مرة ان القانون 25 ده اللي الناس صرفت جزء منه ما يخصش العيارات الخاصة. العيارات الخاصة صدرت من 87 حتى 2015، يعني ما عاد اخر علاوة وبعدها تاني كان المفروض تتضم في 2019 تاريخ صدور الحكم. على فكرة في ناس مستحقة في 2019 هذه العلاوات، مش الخمسة طبعا، هي بتبدأ متناقصة وبتنتهي متناقصة، لكن في النص حتى 2015 على الأقل من 92 حتى 2015 هم خمس علاوات كاملين لكل من خرجوا في الوقت ده. قبل 92 بتقل، قبل 2019 بتقل عشان خاطر ميعاد ضمها. احنا قلنا العلاوات دي بتتضم كل 5 سنين واحدة، فعشان تبقوا عارفين الفترة البينية الكاملة في الخمس علاوات قد ايه والناقصة في الخمس علاوات قد ايه. ماشي. العلاوات طبعا دي علاوة أجر خاصة بالأجر، في حكم محكمة بيتكلم عن العلاوات الخاصة اللي هي ما تضمتش الأجر الأساسي. المحكمة نصت على إن كل واحد ياخد 80% من مجموع قيمة العلاوات اللي ما تضمتش دي. فالقانون 25 هم هيجيبوا للمحكمة، قالت له جيب لي القانون 25 اللي هو الناس صرفت الفترة الأخيرة دي، صرفت حاجة كده خاصة بقانون زيادة المعاشات، برضو المحكمة طلبها على فكرة عشان هما كانوا بيتحججوا بيها قدام المحكمة. يبقى احنا قدام العلاوات من 87 حتى 2019. أنا كمان قلت له أنا هجيب لك كل القوانين اللي صدرت من 87 حتى 2016 بتقرير هذه العلاوات اللي هي قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية 61 سنة 2081 سنة 2016. فكل ده هيبقى في جلسة 2023، بس هيبقى في حاجة في 2023 عشان لسه بقى عارفة بس حضراتكم. هو الخبير قال لهم جبتوا ما جبتوش انا هضطر اقفل المأمورية وارفع للمحكمة بالحالة اللي انتوا، واقول ان انتوا تعنتوا، يعني بروحوا بقى المحكمة نضلوا قدام المحكمة. فعايز اقول لحضراتكم ان هيقدموا ورق يوم 20/3 اللي هو خاص بالعلاوات التي تقررت من 87 حتى 2015، لان هي ده الحكم بيتكلم على العلاوات اللي قررت من 87 حتى 2015، اللي في 2015 كان ميعاد دمها في 2019، واللي في 87 كان ميعاد دمها 92 اول علاوه. فطبيعي العلاوات البينيه دي هي موضوع الحكم، والحكم اعاده تسويه معاش الاجر المتغير، والحكم التنفيذي اللي هو الحكم اللي هو قدام الخبير دلوقتي بقول له احسب لي الاعداد واحسب لي الفروق الماليه عن التسويه والفروق الماليه عن المتجمد اللي هو الخمس سنين. والخمس سنين على فكرة هي من تاريخ رفع الدعوة العلاوات الخاصة التي أقامها الراحل البدر فرغلي، أقيمت في 2015، فالخمس سنين يبقى إحنا بنتكلم على متجمد من 2010 حتى تاريخه، يعني العداد بيعد يعني. وهي فلوس الناس وهي حقوقكم. كمان عايز أنوه لحضراتكم طبعا إن في حوالي خمس دعاوى أقامها الأستاذ أحمد العرابي، منهم دعوة خاصة ده غير ان هيبقى في كلام مع مجلس النواب ومع اجهزة الدولة المعنية غير البيانات اللي بعتها. هم بيطالبوا اصحاب المعاشات، يعني بيطالبوا بان الزيادة ما تبقاش 15%، الزيادة ترفع الحد الادنى ل 6000 جنيه زي العاملين في الدولة، وكمان ترفع الزيادة ل 20% لقدامى اصحاب المعاشات بحد ادنى 1200 جنيه. ده الكلام اللي احنا رافعينه في الدعوه، يعني هيبقى يعني المعاشات اللي هي القديمه تاخد 20% زائد رفع حد ادنى المعاش لبدايته لاول واحد لاي حد يخرج معاش 6000 جنيه، زائد ان يبقى الحد الادنى للزياده في ال 20% دي 1200 جنيه. وان احنا طالبنا حتى ان يتقرر علاوه زياده استثنائيه في الفتره اللي جايه. ما فيش علاوات، ما فيش حاجه اسمها علاوات لاصحاب المعاشات، فيها حاجه اسمها زيادات. العلاوات دي تتعلق بالموظف، انما انتوا
اصحاب المعاشات بيبقى حاجه اسمها زياده في المعاش. طبعا ده نتيجه احنا بنطلب الكلام ده بحق، لان انتوا دي اموالكم، واموالكم تستثمر في اجهزه الدوله بالساعه وبالثانيه مش بالسنه، لان دي مال بيخش في اذون الخزانه وبيخش في مشروعات كبرى اكتر من 3 تريليون جنيه. لو استثمرت صح بفايده قانونيه سليمه مش محتاج الهيصه اللي انت حضرتك بتعملها ديت وعايز 30% وعايز كده، لا هتلاقي معاشك اتعدل طبقا للدراسات الاكتواريه في ضوء الاستثمار الحقيقي لاموال اصحاب المعاشات. عايز اقول بس يعني انا كده بعتقد لميت لحضراتكم الموضوع وقلت لكم ان ليه يوم 20/3 هم المفروض يعملوا ايه، جابوا او ما جابوش، يعني جابوا الحاجه المطلوبه، الخبير هيديني فرصه ارد عليها عشان تبقوا عارفين دي ما فيهاش مجاملات وما فيهاش استياء. ما جابوش الخبير هيعمل، هنكون احنا قدمنا برضو القوانين ومعناها وهكتب مذكره تانية لاحقه فيها في حكايه القوانين اللي هي قرارات العلاوات دي، والخبير هيرفع في ضوء الكلام ده القضيه للمحكمه عشان المحكمه هي وشأنها ان شاء الله في هذا الامر. هو الخبير قال لهم جبتوا ما جبتوش انا هضطر اقفل المأمورية وارفع للمحكمه بالحاله اللي انتوا، واقول ان انتوا تعنتوا، يعني بروحوا بقى المحكمه نبلوا قدام المحكمه. فعايز اقول لحضراتكم ان هيقدموا ورق يوم 20/3 اللي هو خاص بالعلاوات التي تقررت من 87 حتى 2015، لان هي ده الحكم بيتكلم عن العلاوات اللي قررت من 87 حتى 2015، اللي في 2015 كان معاد ضمها في 2019، واللي في 87 كان معاد ضمها 92 اول علاوه. فطبيعي العلاوات البينيه دي هي موضوع الحكم، والحكم اعاده تسويه معاش الاجر المتغير، والحكم التنفيذي اللي هو الحكم اللي هو قدام الخبير دلوقتي بيقول له احسب لي الاعداد واحسب لي الفروق الماليه عن التسويه والفروق الماليه عن المتجمد اللي هو الخمس سنين. والخمس سنين على فكره هي من تاريخ رفع الدعوه العلاوات الخاصه التي اقامها الراحل البدر فرغلي، اقيمت في 2015، فالخمس سنين يبقى احنا بنتكلم على متجمد من 2010 حتى تاريخه، يعني العداد بيعد يعني. وهي فلوس الناس وهي حقوقكم. كمان عايز انوه لحضراتكم طبعا ان في حوالي 5 دعاوى اقامها الاستاذ احمد العرابي، منهم دعوه خاصه بال، ده غير ان هيبقى في كلام مع مجلس النواب ومع اجهزه الدوله المعنيه غير البيانات اللي بعتها. احنا هم بيطالبوا اصحاب المعاشات يعني بيطالبوا بان الزياده ما تبقاش 15%، الزياده ترفع الحد الادنى ل 6000 جنيه زي العاملين في الدوله، وكمان ترفع الزياده ل 20% لقدامى اصحاب المعاشات بحد ادنى 1200 جنيه. ده الكلام اللي احنا رافعينه في الدعوه، يعني هيبقى يعني المعاشات اللي هي القديمه تاخد 20% زائد رفع حد ادنى المعاش لبدايته لاول واحد لاي حد يخرج معاش 6000 جنيه، زائد ان يبقى الحد الادنى للزياده في ال 20% دي 1200 جنيه. وان احنا طالبنا حتى ان يتقرر علاوه زياده استثنائيه في الفتره اللي جايه. ما فيش علاوات، ما فيش حاجه اسمها علاوات لاصحاب المعاشات، فيها حاجه اسمها زيادات. العلاوات دي تتعلق بالموظف، انما انتوا اصحاب المعاشات بيبقى حاجه اسمها زياده في المعاش. طبعا ده نتيجه احنا بنطلب الكلام ده بحق، لان انتوا دي اموالكم، واموالكم تستثمر في اجهزه الدوله بالساعه وبالثانيه مش بالسنه، لان دي مال بيخش في اذون الخزانه وبيخش في مشروعات كبرى اكتر من 3 تريليون جنيه. لو استثمرت صح بفايده قانونيه سليمه مش محتاج الهيصه اللي انت حضرتك بتعملها ديت وعايز 30% وعايز كده، لا هتلاقي معاشك اتعدل طبقا للدراسات الاكتواريه في ضوء الاستثمار الحقيقي لاموال اصحاب المعاشات. عايز اقول بس يعني انا كده بعتقد لميت لحضراتكم الموضوع وقلت لكم ان ليه يوم 20/3 هم المفروض يعملوا ايه، جابوا او ما جابوش، يعني جابوا الحاجه المطلوبه، الخبير هيديني فرصه ارد عليها عشان تبقوا عارفين دي ما فيهاش مجاملات وما فيهاش استياء. ما جابوش الخبير هيعمل، هنكون احنا قدمنا برضو القوانين ومعناها وهكتب مذكره تانية لاحقه فيها في حكايه القوانين اللي هي قرارات العلاوات دي، والخبير هيرفع في ضوء الكلام ده
القضية للمحكمة عشان المحكمة هي وشأنها إن شاء الله في هذا الأمر. وتاني بقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين، رمضان إن شاء الله على الأبواب، وربنا يحفظ مصر شعبا وجيشا والأمة العربية من كل سوء،